السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا اليوم غادي نشوفو التحويلات الاعتيادية في المستوى او في المستوى العقدي. واضح، يعني من بين التحويلات الاعتيادية كان نذكر على سبيل المثال ازاحة التحاكي والدوران. ياك دونك نبداو بالازاحة. الازاحة كيف ما كنعرفو الازاحة شنو هي؟ هي تحويل النقطة ام، يعني النقطة من ام لام بريم بواحد المتجهة U. نفترض انها المتجهة U. واضح، دونك هذه المتجهة ام ام بريم كتساوي U. دونك هاد المتجهة هادي كتساوي اكزاكتومون U. واضح، دونك هذه هي المتجهة U، هذه هي المتجهة ام ام بريم. واضح، يعني تحويل النقطة من ام لام بريم كتسمى ازاحة النقطة ام الى ام بريم، مفهوم؟ وكنرمزو ليها بالتي، يعني لا ترانسلاسيون دو او ديال ازاحة النقطة ام كتساوي هي النقطة ام بريم، مفهوم؟ دونك ام بريم هي صورة ام بالازاحة التي تحول ام الى ام بريم. كتقرأ ام بريم هي صورة ام بالازاحة التي تحول ام الى ام بريم، ياك، او بالمتجهة او، مفهوم؟ دونك على ذكر هاد المتجهة او ام ام بريم، دونك كيف ما كنعرفو في قاعدة متوازي الاضلاع ان كل متجهتان متقابلتان فانهما متساويتان، يعني ان ام ام بريم كتساوي المتجهه او. واضح، دونك هذه هي الخاصيه ديال الازاحه. واضح الشباب، دونك هذه الخاصيه هذه جايه من خاصيه متوازي الاضلاع. واضح، دونك نفترض دابا حنا جينا غنخدمو في الاعداد العقديه. حنا دابا جينا ك ام، خدينا اللاحق ديالو هو زد بريم، و ام اللاحق ديالها هو زد. واضح، و او اللاحق ديالها نفترض انه نعطيه هو بي. واضح الشباب، دونك ناخذ ان ام ام بريم المتجهه ام ام بريم نفس القاعده، يعني ام ام بريم كتساوي المتجهه اي. واضح، دونك سي تادير كو المتجهه ام ام بريم الا بنكتبها على بون بلي كوردوني ديالها او بالالحاق ديالها او اللاحق ديالها شنو هو؟ هو زد ام بريم اللي هو زد بريم موان زد ام اللي هو زد ديال هذه المتجهه ديال النقطه ام. واضح، اللي كتساوي اللاحق ديال او اللي عطيناه هو بي. واضح، دونك هذه هي الخاصيه المميزه ديال الازاحه، اللي دونك هي زد بريم كتساوي هي بي بلس زد او زد بلس بي. واضح، دونك هذه هي زد بريم، فهم الشباب؟ دونك ومن هو دابا هذه هي الخاصيه ديال الازاحه. نشوفوا في الفيديو اللي من بعد غادي نحاولوا نديروا التحاكي. واضح، خليتكم على خير و تلقاو في فيديو آخر إن شاء الله.